نتشرف نسي البشيري. ممكن تعطينا تعليقك على الدورة؟ احنا في المهرجان 15 وهي دورة اللي حنا بطبيعة الحال على إحياء هذه المولود الثقافي الفني اللي عشناه في أزيد من 10 مهرجانات سابقة على المستوى الإقليمي، تقريبا 10 مهرجانات اللي غادي نسجل حاليا على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي. وجديد ديال الدورة هي أنها كتحمل الاسم ديالكم. جديد الدورة هو أن الإخوان اختاروا أن الدورة تكون بالاسم ديالي تكريما ماشي لي أنا شخصيا، ولكن الإخوان اللي بذلوا مجهودات كبيرة في هذا المجال هذا ووصلوا بالمشعل لما نحن عليه الآن من مستوى في المسرح المدرسي وخصوصا على المستوى الوطني. بشكل مختصر بشنو هما البرامج اللي إن شاء الله غادي نشوفوهم في هذا الصباح؟ هذا الصباح عندنا الحفل ديال الافتتاح اللي كتخلوا لوحات، وعندنا كلمات متبادلة ديال التنمية بطبيعة الحال ديال الفرع جمعية التنمية التعاون المدرسي. وفي المساء إن شاء الله عندنا العروض اللي هي مبرمجة في خدمة المهرجان لمدة يوم يومين؟ عندنا يومين في المهرجان. يوم الغد ان شاء الله كاين عاود لقاء، غادي يكون عندنا لقاء مع فرق مسرحيه مشاركه، ويكون فيها كذلك عروض مسرحيه كتخللها بعض الفقرات. شكرا سي البشيري وشكرا على التعليق، وكنتمنوا ان شاء الله تكون دائما وتبدلنا بمجموعه من المعارف اللي غادي يفيدوا بها ان شاء الله التلامذ. ان شاء الله راهنا الاشاره، واللي كنتمناه هو ان معنا وجوه جديده تحمل هذا المشعل وغنى الرقاوي الى مستوى اكثر من اللي احنا عليه الان. هذا هو المتمنى ان شاء الله. هذا هو اللي كنتمناه ان شاء الله. وشكرا لكم. وشكرا لكم سي بشير.